فالمزيكا عبارة عن كونكشن أو وصل بتوصل لحد بطريقة ما. ساعات تبقى الانسبريشن في الكلام هو ان جت فكره طريقه كتابه معينه فتبدا بيها، ساعات بتبقى فكره في موضوع معين فتبدا بيه. هي كالاتي، هي البروجريشن بيبدا من اي ماينر. الويب سايت بيخلي ان الناس تعرف تتعلم، اللي عايز يتعلم حاجه، اللي عايز يسمع حاجه عن حد او عايز يبقى عنده حد بيتابعه وبيعرف عنه اللي بيعمله. انا عايز اقول ان الكلام راح من يوم، انا حاضر طول الوقت اكتب كلام ولا حاجه واعمل كولابوريشنز مع ناس وعايش بقى الحياه بتاعت المزيكا.